أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة، الطقس كان مائل للدفء خلال ساعات النهار لكن بارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات الليل. الأجواء المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان توضح استمرار الأجواء الباردة، طقس صافي بشكل عام 8 درجات مئوية، الملموسة 7 درجات، الرطوبة حوالي 76%، والرياح تستمر شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مشمس بشكل عام، إربد 21 إلى 12، المفرق 18 إلى 8، جرش 19 إلى 10، وعجلون 20 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 17 إلى 9، البحر الميت 28 إلى 13، مادبة 19 إلى 7، البلقاء 20 إلى 12، والزرقاء 18 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 16 إلى 7، الطفيلة 17 إلى 10، الشوبك 16 إلى 9، معان 16 إلى 6، والعقبة 28 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 5، الصفاوي 18 إلى 5، ورويشت 17 إلى 5 درجات مئوية. بهذا ننهي عشرتنا، للقاء.